أصدقاء، صلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ملأ الله قلوبكم بالإيمان وجمعنا معا تحت ظل الرحمن وبلغنا بركة رمضان والرحمة والعقد والغفران. أهنئكم قدوم شهر الفضيل، فأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان وأعواما عديدة وأزمنة مديدة نحن في أفضل حال. والعاب انتم خير. رمضان كريم. رمضان.